قدمت أسباب وأسباب وأسباب، حتى الأجانب دخلوا فيها وتكاهنوا على أساس هي أسباب تقنية محضة، وما نظلمش ودائما مع المظلوم، ولو على حساب أخي وصديق، المظلوم يبقى مظلوم. آن الأوان أن فلسطين تصبح عضو كامل الحقوق وكامل العضوية في الأمم المتحدة ولو محتلة. ماذا بخصوص الجزائريين المقيمين في الخارج بطريقة غير قانونية؟ على شهرين ما نجيش نسمع بالموضوع هذا. On va essayer d'arriver à 2026-2027 doubler les salaires, c'est-à-dire on est à 47%, nous نزيدها 53% تاعها. Premier trimestre 2026, le PIB تاعنا إن شاء الله va dépasser les 400 milliards de dollars.